متى كان قول ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا سفر؟ وهل نعمل بهذا الحديث أم لا؟ كان هذا في المدينة، كان هذا في المدينة، والحديث روي على ما ذكرت من غير خوف ولا سفر، وروي من غير خوف ولا مطر. وهذا أسد من اللفظ الأول، لأن قوله في المدينة يغني عن قوله من غير سفر. لكن ابن عباس رضي الله عنهما سئل ما أراد إلى ذلك، يعني ليش الرسول جمع؟ قال أراد ألا يحرج أمته. فدل هذا على أن الجمع إنما يجوز إذا كان في تركه حرج ومشقة، وأما إذا لم يكن هناك حرج ومشقة فلا يجوز الجمع، لأن الله قال في القرآن الكريم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والنبي صلى الله عليه وسلم وقت الصلوات الخمس وجعل لكل صلاة وقتا محددا بأول وآخر. لكن إذا كان إنسان يلحقه حرج كمريض يلحقه الحرج، أو من به سلس البول، أو المستحاضة، أو الإنسان الذي أصابه نوم شديد جدا لا يستطيع مدافعته ويريد أن يجمع العشاء مثلا إلى المغرب لأجل أن ينام، أو غير ذلك من الأمور التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله، فإنه لا بأس به. المهم أن يكون هناك حرج ومشقة. ومن ذلك الجمع لإدراك الجماعة، فلو فرض أن جماعة يعرفون أنهم إذا وصلوا البلد تفرقوا ولم يصلوا جماعة وأرادوا أن يجمعوا قبل التفرق فلا بأس. والدليل على هذا أن الجمع في المطر في البلد، الجمع في المطر في البلد المقصود منه إيش؟ حصول جماعة، وإلا لكان كل إنسان يذهب إلى أهله، وإذا دخل وقت العشاء صلى في بيته، لأنه معذور بواسطة المطر. هنا إن فهمت الآن أن المقصود أن لا يحرج الأمة، لا أن يبقى الباب مفتوحا من شاء جمع ومن شاء لم يجمع. يعني الجمع مربوط بالحرج، بالمشقة. نعم، والحرج. طيب سؤال آخر يا شيخ. عفى الله عنك يا شيخ، ورد في صحيح مسلم عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في غير خوف ولا سفر، وعندما سئل ابن عباس رضي الله عنهما قال اراد ان لا يحرج امته، فهل هذا الحديث مقيد؟ ولو قال قائل انا ساتسامل بهذا الحديث. نقول نعم، اذا اردت ان تقبل هذا الحديث فمن يمنعك؟ لكن ابن عباس رضي الله عنه قال من غير خوف ولا مطر، ويفيد قوله هذا انه لا بد ان يكون هناك سبب، اما خوف او مطر او برد شديد او ما اشبه ذلك. ويدل لهذا انه قال اخاف ان لا يحرج امته، اي ان لا يقعها في حرج. فيستفاد من هذا الحديث ان كل امر يكون عليك حرج فيما لو صليت كل صلاه في وقتها فانه يجوز لك ان تجمع. ولهذا يجوز المريض الذي يشق عليه ان يصلي في كل وقت يجوز ان يجمع، حتى قال اهل العلم من الحنابله يجوز للمراه المرضع التي يكثر حمل ولدها بين يديها وبوله عليها يجوز ان تجمع بين الظهر والعصر للمشقه، وتجمع بين المغرب والعشاء للمشقه. فالمدار على المشقه، متى وجدت المشقه جاز الجمع. نعم.